في بعض انواع السيارات يكون فيها كهرب عالي او كهرب كثير. صح. البطاريه ما تقعد معك سنه. صح. يعني ما تاخذ سنه تلقاها مستهلك البطاريه، تجي تشغل يقول لك والله بطاريه انا مغيرها من سنه يا جماعه. ليه وش السبب؟ وش براء الكهرباء اللي بهالسياره تسحب كلها البطاريه؟ شوف اذا جينا نتكلم للكهرباء اللي موجود في البطاريات، خلينا نرجع شوي الى 20 سنه ورا. وش ممكن او وش كميه الكهرباء اللي موجوده بالسياره؟ اناره خارجيه، شباك، راديو، شباك، اناره طبلون، مكيف، ما في شيء. خلاص ما في شيء. في الوقت الحالي كميه الكهرباء اللي موجوده بالسياره كثيره جدا، حتى الجلانط او البريك صار الكتروني، كهربائي، الجير الكتروني، كل شيء كهربائي في الوقت الحالي. لذلك زادت الكهرباء بالسيارات. اكيد طبعا المصانع قاعده تدرس كميه الكهرباء اللي محتاجتها البطاريه، لكن انا اقول لك اذا تبغى تغير بطاريه غيرها من مراكز متخصصه. اذا تبغى تشتري بطاريه لا تشتري الا من مراكز متخصصه. ليش؟ عشان انا اضمن ان البطاريه هذه مو معاد تجديدها. لانه قبل فتره، وكلنا نعرف الشيء هذا، مشكورين وزاره التجاره مسكوا عماله يجددون بطاريات، يشترونها من المصانع على انها مخلفات مصانع، ويجددونها ويجددون الاستيكرات اللي عليها وتباع على انها جديده. اوف. ايه يعني فيها في فيها سوق غش يعني. ايه طبعا استخدام من قبل، ما في شك فيها، في سوق غش طبعا. لكن الواحد يحرص انه يشتري من المراكز المتخصصه عشان يضمن انه مو معاد تجديدها. انا شريتها من مركز معروف.